نروح الآن لتمرين 28. تمرين 28 وش يقول؟ يقول اكتب كل كسر من الكسور التالي على شكل كسر غير قابل للاختزال. نفتحه هنا نافذة نفهمه وش معناته هذا السؤال. لاحظوا مليح معايا أعزائي التلاميذ، هذا السؤال راح يجيكم بزاف، مش يجيكم، نحن لا نعلم مش راح يجي بالضبط في شهادة التعليم المتوسط، ولكن هذا السؤال متكرر، يعني في كل شهادة تلقى باللي كاين تمرين في القاسم المشترك الأكبر، وهذا السؤال موجود اللي هو اكتب كل كسر من الكسور التالية على شكل كسر غير قابل للاختزال. يعني هذا النوع من التمارين لازم تكون متمرن منه. نبدأ نفهمه قبل وش معناتها. لما يعطيني كسر ويقول لي اكتبه على شكل كسر غير قابل للاختزال، معناتها الرقم الموجود او العدد الموجود في البسط والعدد الموجود في المقام لازم نلقى القاسم المشترك الاكبر بينهما. بعد ما نصيبه نقسم كل من البسط والمقام على القاسم المشترك الاكبر، اجد الكسر الذي هو غير قابل للاختزال. نبداو مع بعض، راح نبداو ب 529 على 69. اول حاجه نديروها انه نلقاو القاسم المشترك الاكبر بين هذين العددين. حبيت برك نقول لكم حاجه، على بالي باللي هنايا في هذا النوع من التمارين تلقاو باللي مثلا في هذا التمرين شحال كاين كسر، 1 2 3 4 5 6 7، ثم تتقلقوا تقولوا يا حسره احنا دوكا في شهاده ثانيه يعطونا سبع كسور. لا، في الشهاده راح يعطيك كسرين على الاكثر، يعني ما تقلقش، انا فقط من اجل انه تتمرن عليه لا اكثر. اذا لحظه نبداو 529 عندي بروبليم في لاكارت في التابلت جرافيك، ومع 69 صح، مانيش رايحه ندير هذيك تاع ا وبي وار، خلاص رانا تعلمناها حتى الحاسبه نديرها يعني وحدي، وانتم ديروا مع بعض. نديروا مع بعض 529 نقسمها على واش؟ نقسمها على 69، اعطتني 7.66، هذا الجزء الصحيح. 7 في 69 483 نقص منها 529، اعطتني 46. الباقي هنا في هذه الحاله 46، هنا تولي 69. نظن باللي خلاص الى التلاميذ اللي تبعوا فيديوهاتي نظن باللي حفظتوها. 69 تقسيم 46 عطاتني 1.5، اذا ندي الجزء الصحيح اللي هو 1 في 46 ناقص 69 عطاتني 23 صح. 46 23، دونك 46 تقسيم 23، 46 تقسيم 23 اعطتني عدد صحيح بدون فاصل اللي هو 2، 2 في 23 46 ناقص 46 يساوي 0. دونك وراه القاسم المشترك الاكبر هو اللي يجي فوق الصفر، دونك نكتبوا لو بي جي سي دي دو كوا تاع 529 و 69 وشنو هو؟ هو 23. طيب بما اني لقيتو نقدر نكتب دركا 529 على شكل كسر غير قابل للاختزال. كيف يتم ذلك؟ 529 تقسيم 69، نطول في خط الكسر عليه، اني راح ندير واحد الحاجه مهمه اللي هي أقسم كلا من البسط والمقام على ماذا؟ على ماذا؟ على 23، بما أنه هو القاسم المشترك الأكبر. باقي يعني كله بالآلة الحاسبة، يكفي أن تكون عندك آلة حاسبة. عدنا فوق 23، نبقى نروحوا للتحت. 69 تقسيم 23 3، إذا هذا هو الكسر غير قابل الاختزال في الحالة الأولى. تأكد فقط 529 تقسيم 23، نعم 23. إذا هذه الحالة الأولى أو الكسر الأول. نروحوا الآن للكسر الثاني اللي هو 99 على 28 بنفس الطريقة الجميلة. يعني والله قاسم المشترك الأكبر من أحلى الدروس،
تمارينه يعني شيقة جدا، أنا نحبهم، نحب ندرسهم ونحب يعني حتى نحلهم. إذن عدنا 91، نختار القلم الأسود. إذن 91 وثمانية وعشرون، ونبدأ نلقاو نحاول نصيبو القاسم المشترك الأكبر اللي بين 91 و 28. دونك 91 تقسيم 28 تعطيني 3.25. 3 في 28 84، 84 ناقص 91 7. أنا نظن بلي راح نلقاوها بسرعة، لأنه 28 من مضاعفات 7. 22 تقسيم 7 4. دونك 4 في 7 28 ناقص 28 0. حالة صبناه، صبناه بكل سرعة، يعني هذا سهل. بي جي سي دي هو دونك على تقسيم كم؟ ما هو القاسم المشترك الأكبر؟ هو 7. إذن كم يساوي 91 تقسيم 7؟ 91 تقسيم 7 13 و28 تقسيم 7 هي 4 فقط. نعاود نصحح 13، نكتبها مليح لأنه ما باليش لا تابلت غرافيك مرة على مرة الديكون ما فهمتش. لا علينا، على العموم اتركوا لي تعليقات إذا كان طريقتي ما تفهمش أو هذه النوعية من الشرح ما تفهمش، يعني إذا كان هذا هو الحال نرجع للورقة وستيلو والكاميرا عادي كما أغلبية القنوات. فوالا 13. إذن هذه كانت بالنسبة للكسر الثاني.